السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بون، إن شاء الله تكون هذه آخر فيديو للشعب التونسي فيما يخص مش موضوعي أنا، موضوع الشعب التونسي الكل أون جينيرال. دونك باش نفسرلكم شنو اللي قاعد يصير في البلاد وشنو هما الإجابات على عديد التساؤلات اللي كنتم تطرحوها في هذا العام. كلمتين نحب نقول لكم حاجة، أنه يلزمكم تنساو نهائيا كلمة فلول التجمع وكذا فهمتوا، ولا الثورة المضادة والثورة العملية كلهم فيها انه لا فما لا فلول نظام بائد ولا حد شيء، فما نفس النظام ونفس الحربات اللي هي موجودة شد البلاد، اللي هي عند شد البلاد بعمالة للصهاينة. دونك بلادنا من وقت بورقيبة من بعد بن علي ركزت أكثر، وتو الدولة متاعنا شادينها كيف يقولوا عملاء للصهاينة. دونك عملاء للصهاينة عن طريق المنظومة الماسونية العالمية، اللي هي شادة جميع مفاصل بنوك العالم واللي هي تتحكم في سياسات الدول الكل من بينهم تونس. جميع مفاصل الحكومة هي مخترقة بالعملاء، جميع مؤسسة الدولة مخترقة بالعملاء. القضية بتاع الشيخ لذري، الشيخ أحمد لذري اللي تو معناتها كيف نقولوا مرتهنينه، راجل كبير من عام 86 سوديزون قالوا نفذوا في حكم الاعدام وما نفذوش في حكم الاعدام، ولقاو في سبيتار شارل ديكول نهار اللي ولاده اكتشفوا اللي هو في سبيتار شارل ديكول، خبر الراجل من غدوه ما عندنا عليه حتى اي خبر. هذا واحد من الاطراف التونسيه اللي هي مرتهنه وما يعرفوش ولاده وين موجود. كيف انا دكتور احمد بنتي مرتهنه لصالح جهات اجنبيه، مريان بن فضل بريغمان الهولندية اللي هي تو نجم نقول ونجزم تماما اللي هي كيف تقول احد العملاء نتاع الصهاينة في تونس، وانها الصهيونية على شكون تتعامل في البلاد نتاعنا، هي مخترقة جميع اجهزة الدولة ومن بينهم خاصة اجهزة القضاء، الاجهزة الاستبدادية اللي كانت مسلطة على الشعب التونسي وعلى كل ما هو صادح بكلمة الحق اللي يقول شنو اللي موجود في البلاد واللي هو ما يحبوكش تعرفوا بتعتيم من الاعلام اللي هو بيدو متصهر. معناتها لخصوها في اربع كلمات، البلاد متاعنا حكومتنا شدينا الصهاينة، الاحزاب متاعنا على بكرة ابيهم الكل من يمينهم اللي صارهم الكلهم قياداتهم تحت الضغط الصهيوني الماسوني والتهديد الماسوني. هذا اذا كانوا فيهم النزاع، اذا مش كانوا معناتها عملاء بإذعان وبإقرار وبتوافق مسبق وبما فيهم حزب النهضة. دونك عديد من الشكاوي انا قدمتهم لجميع المنطقه الوزارات، والشكايات كلها متحل فيهم حتى تحقيق. اش معناتها متحل حتى تحقيق في قضيه الشيخ لزرك؟ اش معناتها متحل حتى تحقيق في قضيه بنتي المرتهنه اللي تو 24 ما راهاش اللي دمروا لي انا حياتي؟ دونك ما تحلش تحقيق. دونك هذه الامور غير طبيعيه بالمره، ومانيش احنا الوحيدين، متاكد ان مش الشيخ لزرك ومش القضيه نتاعي هي القضيه الوحيده اللي موجوده على الساحه واللي هي عندها خلفيه متعلقه بالصهيونيه وبكل ما هو معاد الصهيونيه. انا نكره مذهب بكم الكلب يا صهاينة على بكرة ابيكم وكل ما هو اللي تحكيوا فيه تو، اللغه اللي تسيبوا فيها في البلاد والاعلام فلول النظام السابق وكذا، هي مش فلول النظام السابق، هي عملاء للصهاينه في تونس واضحين وصريحين. سيد العقربي اللي هي كان من الشق نتاع الفساد الجنسي اللي كان مغلغلط في الحكومة متاعنا باش تتحكم كيف يقولوا في قرارات كيف يقولوا رجال الدولة باش يظهروا كل ما هو بيعان البلاد وهما صغيرين، معناتها حق مشروع حقه 10 ملايين يتباع بدوره ويصحح على اللي هو يتباع بدوره ويسكر فمه، ومن بينهم الغنوشي اللي ما ينجمش يقول انا ما في باليش شنو اللي كان صار. الغنوشي هو وزير ماسوني، والوزراء اللي جابوا في الحكومة الانتقالية هما ماسونيين باش يزيدوا يغرقوا البلاد. ولهذا يا شعب التونسي عندي كلمتين باش نقولهم لكم، لا أحزاب ولا زبالة ولا فما حد شيء. دونك فما حاجة برك، كل عميل في تونس هو خائن وكل خائن يستحق القتل. دونك العملاء اللي عندنا في تونس هذوما الكل يلزم يصير التخلص منهم من أي اتجاه ينجم يكون. هذه هي الحرب نتاعكم يا تونس، ماكمش باش تدخل في حرب أهلية، لكن كل ما هو عميل بكل وضوح فهمت يلزم يصير كيف تقول الفتح نتاعو والكشف نتاعو على الملأ وتصير مطالبه بالمحاكمه نتاعو. المشكله فين؟ شكون اللي مش يحاكم؟
اذا زياد القضاء بتاعنا الاغلبيه العامه بتاعه هو مخترق بالصهاينه ومحطوطين في اعلى مراكز القرار. نجيب معاوي اللي هو من اكبر الفاسدين واللي قال عليه محمد عبو اللي هو وكيل جمهوريه فاسد صار تركيت محكمه التعقيب. امال العطروس اللي هي تكون من طاهر العطروس كانت قضيه اسره في جرنبيليا قاضيه فاسده ومجرمه واللي هي كانت هي من الاهداف نتاعها ومن من المهام نتاعها في المجتمع التونسي انها تكرس البلبله في العائلات وتشرد الصغار باش يقولوا تقطعهم على والديهم باش تحطم منظومه الاسره في تونس. تشجع على العار وتشجع على الفساد. هذا هو شنو كان الدور نتاعها. القاضيه الفاسده هذه صار ترقيتها لمحكمه التعقيب. قاضيه اخرى فاسده عندنا في ولايه نابل هنا اللي هي نور الدين البحيري. نور الدين البحيري اللي هو على علم تام بجميع الاجرام نتاعها، الشكايات اللي قدمتهم جبال من الشكايات، واضح ولا لا؟ دونك المظلمه المقيته اللي صارت في حقي باستغلال بنتي في صالح جهات متصهينه اللي هي الهولنديه مريان بريغمان وبنتها اللي هي التونسيه والزيجه بتاعها التونسيه واللي صار عليه كل ما فيها حتى شيء طبيعي. دونك سو كيفي مريان بريغمان هي من نوع العملاء اللي يستعملوهم الصهاينه بصفه واحده، معناتها كيفاش تقول مره برك وبعد باش يقولوا ما عادش يستعملوهم باش يقعدوا متخفين، يستعملوهم كما يقولوا يسموه الكلينكس، معناتها كيما بابي مشوار، يستعملوهم في مهمه برك وبعد باش يقولوا ما عادش يعملوا عليهم في حد شيء. مريان بريغمان بالفضل بنت تخدم فيها في سفاره امريكا، ما كانش هذا كيفاش يقولوا من محض الصدفه. دونك سو كيفي كل ما هو متصهين عنده جميع الامتيازات للترقي وكل الامتيازات باش يتعداو على حقوق المواطنين الاخرين، هما سواليزون يستبيحوا كل شيء في البلاد. ولهذا انا نطلب منكم حاجه برك تونس، كل ما هو عميل تكشفوه. دونك الجهاز القضائي هو اخطر حاجه في العملاء. الوغ الجهاز القضائي نتاعنا اللي شادين وكل في مواقع القرارات كما ثبت لكم نجيب معاوي وامل العتروس وسوريا الجازي اللي حطها نور الدين بحيري على محكمه نابل هي قاضيه صهيونيه صرفه واضحه وصريحه. دونك هي تنتمي لمجموعه لايونز كلوب. لايونز كلوب هي جمعيه صهيونيه تكون عام 56 كونها ميلفين جونز، هي تابعة الصهاينه تابعة لفرانماسون. كي نقولوا لفرانماسون اللي هما كيفاش نقولوا الشق نتاع المتنكر باسم الاخاء والاخوه والمساواه كيفاش نقولوا والحريه، الوغ هما جمعيه هدامه في العمق نتاعها، جمعيه سلب وجمعيه ابتزاز، هي عصابه منظمه ومغلقه على نفسها وما يدخلش الشق نتاعها اي انسان. علاش؟ خاطر عندهم مخطط اللي هو كيفاش نقولوا استباحه جميع الدول، والمخطط المدمر هذا للدول ما كانوش ينجموا يقبلوا فيه اي انسان من الاعضاء. كيف كيف تشوفوا اللايونز كلوب ما يقبلوش اي عضو، الروتاري ما يقبلوش اي عضو، جون شامبر ايكونوميك ما يقبلوش اي عضو، النساء الديمقراطيات ما يقبلوش اي عضو. دونك عندهم كيفاش يقولوا ضوابط اللي هي تمشي في الاتجاه الافساد هذاك، وذاك علاش ما يدخلوش اي مواطن. دونك الجمعيات كما اللي تكونت فيهم العديد من العملاء التوانسه كونوا خارج ارض الوطن كما فريدم هاوس وكذا، من كيفاش يقولوا من فريمون من سخريه القدر انه الناس اللي هما محطوطين على حمايه حقوق الانسان كما سمير ديلو هو احد ابناء فريدم هاوس، كون في فريدم هاوس وعنده علاقه بفريدم هاوس، اللي مقدمينهم ناس نظاف وناس شرفاء هم اقدر منهم خماش. هذا اول عميل سمير ديلو طبعا نقولها بكل صراحه. ثاني عميل اللي قدمهم في المجتمع المدني سي سفيان الشرابي. سفيان الشرابي اللي مقدمينه بلوغور كذا كذا سي كالكان كينا اوكا ميريت، واحد سكاجي فاسد مجرم كيفاش يقولوا خامج واللي هو يساند كل ما هو مشروع صهيوني. خامج هذايا اللي هو عداوه على المحكمه زعما باش يطلعوك كأنه ضحيه، هي الكل كانت كيفاش يقولوا لعبه قذره اللي هي متوطئه فيها النهضه وعلى علم تام اللي معناتها الحكايه كل باش يطلعوا زعما سي سفيان الشرابي بطل. كما خلقوا كمال اتاترك خلقوا منه بطل هو عمره ما كان بطل، وكما خلقوا من بورقيبه بطل وعمره ما كان بطل وعمره ما كان مقام في حتى اي نضال ولا فوكسسوار. كل الحبوسات اللي كان مسدود فيهم كانت هي دورات تكوينيه، الناس مخكم يقف مش نحكي لكم، دورات تكوينيه باش يعديوا كل الاملاءات بتاع الماسونيين الفرنسيين
هذا بورديبه اللي قدمه لكم زعيم وقدمه لكم انسان يضحي وعملوه كذا، لا عمره نهار تعرض لا للتعذيب ولا لاي حاجه، دونك هو كان عميل بكل بساطه، وكل الدوله اللي عملها هي دوله ماسونيه وعميله، وكان تجي تشوفوا اغلبيه الوزراء اللي خدموا في الدوله التونسيه كانوا من جن شامبر ولا من روتاري ولا من لايونز كلوب، دونك الجمعيات هذوما اللي هم مقدمين كجمعيات خيريه هي كانت جمعيات هدامه. والجمعيات قاعدة تطلع في الفقاع وشوفتوا بعد الثورة USA هذه هي جمعية صهيونية كيفاش يقولوا مخابراتية قاعدة تعمل كيفاش يقولوا في دمغزة نتاع الشباب نتاعنا باش يكونوا عملاء جدد نتاعهم تتواصل العمالة في صلب المجتمع التونسي. هذا هو الكونسير اللي ضارب البلاد. دونك ولهذا تقولوا للأحزاب تقولوا للحكومة تقولوا للدولة لهم يحزنون. السيد عمار اللي قال هو كيفاش يقولوا مش يحمي الثورة، عمره ما كان مش يحمي الثورة. السيد عمار يمشي بإملاءات أمريكانية، معناتها احنا السيادة بتاعنا على أراضينا كي تستباح جهارا نهارا، معناتها انتم مش 14 جانفي ما تعرفوا حتى شيء شنو اللي صار في تونس. الوغ لا، تونس مش قاعد يعمل في تخمينات، الأمور واضحة وصريحة. اللي قتلهم الحاكم كما نقولها اون جينيرال هما كانوا بأمر من السيد عمار، كانوا عام 60 ينتميوا للجيش و19 ينتميوا القوات كما تقولوا لمقاومة الإرهاب، ونفس الأشخاص هذوما هما بيدهم تو اللي هما شديد كما تقولوا مقاصد الدولة كعصابة تامة واضحة وصريحة اللي هي كما تقولوا استباحت جميع حقوق التوانسة. ولهذا حالتهم حقيقية هي التوانسة، هي إذا فيكم واحد يحكي بالوطنية كل ما هو يحكي بالوطنية الماسونيين هذوما معناتها حالفين انهم يشنقوه انهم يقتلوه انهم يعذبوه انهم يدمروه كما صار للشيخ الازرق. معناتها الشيخ الجليل اللي عنده الشيخ احمد الازرق هو كان احد الضحايا الماسونيه، وهو مش الوحيد، فما العديد رقم اللي ما سمعتوش بهم اللي هما في السجون السريه اللي هما على الاراضي التونسيه وسجون سريه للتعذيب لصالح قوى امريكانيه. ولهذا اذا انتم تقولوا يا توانسه اللي انتم رجال وانتم تحكيوا بالوطنيه بالجد وما كمش عملاء وما كمش فساد وما كمش بهادل وما كمش دراوش، على غلط تو فهمتوا شنو معناتها الكذبه الكبرى اللي كانت معناتها متعرضه عليها تونس من وقت تنصيب بورقيبه اللي هو قدوه كما اتاتورك فاز الله طرح القيم العظم وحكمت بن علي وكل ما تبعها. تحبوا تفهموا رمز الماسونيه يبقى في الشارع في بورقيبه اخذوا المونجالا نتاعنا تلقاو لا بيراميد هذيك هي سامبول نتاع الماسونيه، معناتها هي أكبر منظمة شرية إرهابية مدمرة لجميع الشعوب. الهدف متاعها هي القضاء على كل ما هو مفهوم سيادة، زعما بتعالى باش يحققوا دولة عالمية من أجل السلم، وهي مش دولة عالمية من أجل السلم، هي عصابة عالمية يحبوا يعملوها باش يستبيحوا جميع خيرات العالم. وكم ريتم اللي تعاملت الأمم المتحدة شنو الخير اللي شفته البشرية؟ ما ترى كان في الحروبات في كل بلاصة، ما ترى كان في المجاعة في كل بلاصة، ما ريتو حتى شيء كيفاش يقولوا لا حريه لا اخاء لا مساواه، هذا كل ما ريتو منه حتى شيء. ريتو كان كيفاش يقولوا حوت ياكل حوت قليل الجهد يموت. ولهذا هذا مش من دينا وهذا مش من نظامنا وهذا مش من سلامه الفكر والمنهج كيفاش يقولوا في التفكير، وهذا مش من مقاومات العيشه في امان. لو تحب تعيش في امان هذه الحرب نتاعك من تونس، الحرب نتاعك ضد كل ما هو عملاء، العملاء اللي هم واضحين على مستوى الحكومه واللي هما متخافين على مستوى الحكومة وما تفقوا في حتى حزب تو، حتى حزب ما تفقوا فيه. حزب النهضة هو بيدو عميل للصهاينة، القرضاوي اللي جابوه هو عميل للصهاينة، الشبالي اللي عانق مكي ساتوين اميتي ريال، دونك الغنوشي اللي هو كيفاش يقولوا جاء من بلاد ما تعرفوش عليه كيفاش يقولوا شكان يعمل في البلاد، زعما حطوه غاديك على حلاوة عينيه. الأغلى كل ما هو جاء من خارج تونس وغاب على الأنظار لعديد السنين، سواء اللي هما تو موجودين في مواقع القرار كرئيس جمهورية وكرئيس حكومة وكجيش وكعسكر اللي هما يعملوا معهم الصهاينة مناورات وكذا باش يختاروا العملاء نتاعهم في صلب الجيش بيدو. دونك كل ما هو وزراء صار التكوين نتاعهم خارج تونس هما وزراء مشكوك فيهم، الكلهم صارت الدمغجة نتاعهم من أجل تمرير البرنامج هذا باسم سوديزون العالمية على طول باسم ابتزاز جميع دول العالم وتبناها السرقة متى المقدرات متاعها بالخزعبلات بشتى أنواعها القانونية وكذا، وانتم ريتوا كيف الله جبدوا لكم الأعلام هكا يتعداوا مر الكرامة على برنامج انت موضوع بالخطورة هذه خيانة وعظمة
كيفاش يقولوا استباحة مقدرة البلاد، هذاك موضوع يتعدى عليه يعني مرة الكرام، أما باش يعدي لك سهرية كاملة باش تطيح وتطيح يعديها لك. ولهذا باش تفهموا أن الصهاينة شادين كالجيش، الحكومة، البنك المركزي متاعكم، الإعلام متاعكم، كل ما هو أحزاب، هذه هي حقيقة الوضع في تونس. دونك ما تقعدوش تكذبوا وتنسيوا، هذا هو شنو صاير. أول ناس مطالبة أنكم تقضيوا عليهم هما كل ما هما عملاء من رعايا أجانب اللي موجودين عندنا هنا في تونس، اللي هما الدور متاعهم الوحيد الوحيد هو كيفاش يقولوا الاستخبار، واللي هو كيفاش يقولوا الجوسسة على الجمهورية التونسية وخدمة لإسرائيل. منهم المدعوة مريان بريغمان بن فضل اللي تسكن في شير تشريفات، تسكن في ثانية مسكرة. المرأة هذيك مرأة صهيونية، مرأة عميلة للصهاينة، عمرها ما طلبت حتى نهار الجنسية التونسية. أنا بنتي مرتهنة في الدار هذيك، وهذه مش الحالة الوحيدة اللي موجودة في تونس من العملاء. ولهذا نعاتوا على التراب التونسي، حتى حد اللي تعدينا على السيادة متاعنا، والسيادة متاعنا مانيش باش نجيب حاجة من مخي، ديجا مستشار الرئيس هو بيدو قالها، قال في صلب قصر قرطاج عندنا فيلا تابعة كيفاش يقولوا الدولة السويسرية. ما معنى انه في صلب رمز نتاع السيادة اللي هو قصر قرطاج تلقاو فيلا اللي هي تابعة للدولة السويسرية. ولهذا ما جبت حتى شيء من عندي، ومتأكد ان القضاة الفاسدين اللي شادين البلاد هذه والحكومة الفاسدة اللي شادة البلاد هذه ماش باش تحل حق التحقيق كيفاش يقولوا، وما تنجمش تكون هي الخصم والحكم في نفس الوقت. والباجي قائد السبسي من الشق كيفاش يقول الفرنسي الماسوني هو وعياض بن عاشور والنساء الديمقراطيات هما اخطر منظومه على كيفاش يقولوا عن البلاد التونسيه. الانتخابات اللي يحكي لكم عليها وكل اللي مش يعنوه هو كله مش يكون تزوير وفي تزوير في تزوير. والناس وعياض بن عاشور وحيد الثوره على المسار نتاعها. عياض بن عاشور كيفاش يقولوا اجهض الثوره. عياض بن عاشور هو عدو الكل ما هو عقل مستقيم، اذا نسميه احنا الاسلام ديننا هذاك، ما هو كل ما هو فتره سليمه هو يسعى للتشويه نتاعها. حطيت لكم قدس من الفيديو شكون عياض بن عاشور وشنو افكار عياض بن عاشور وش يروج عياض بن عاشور خارج التراب التونسي في البرامج التلفزيونيه اللي يقوم بها. مش هو برك عديد من الحقوقيين واللي اغلبيه متابعين النساء الديمقراطيات وحتى خاطر النساء الديمقراطيات سهير بالحسن اتوسا الكلكم اللي ظل تبعتوا البرامج هذوما صار تونس ما نجمش يراهم في تونس ما عندوش انترنت، بس الكل ما عندوش انترنت. ولهذا قلبنا الحقائق قضايا وغسل الدماغ اللي صاير على الشعب التونسي باش من بعد تقول لي فلول وفلول، لا فما لا فلول لا فما حتى شيء. حتى اللي كانوا يخدموا كيفاش يقولوا في التجمع الدستوري الديمقراطي فيهم كانوا ياسر ناس ضحايا انت العماله انت القواده كيفاش يقولوا اللي تخدم حصرا المصالح الصهيونيه. المصالح تقول الصهيونيه لتقليل الكربون نتاعهم وما كانوا الوزراء اللي هما كانوا منتمين كيفاش يقولوا زعما للتجمع الدستوري الديمقراطي. ولهذا هذا كله ما يعنيناش احنا التوانسه، احنا التوانسه تعنينا الوحده نتاعنا كشعب اول حاجه، تعنينا ثاني حاجه الوحده نتاعنا الوحده العربيه اللي هم حاولوا يفتونا طرف طرف، ونحاولوا حتى البلاد تونس هي بلاد اللي تنطلق منها جميع المؤامرات. المؤامره اللي صارت على ليبيا انطلقت من تونس، المؤامره اللي هي تبحث أن تخلق شوف القتل والإجرام اللي صار في سوريا والناس اللي خطر فيها الدم ما يسير ومذابح كذا. احنا التوانسة اللي كنا محذرين للشيء هذاك بإعانة قطرية وبعديد من العملاء الاخرين. دونك ما تقولوش انتم ابرياء من الدم السوريين اللي هو ساح في سوريا، لا احنا التوانسة اول ناس اللي كنا متوطئين احنا هنا في العاهرة على المستوى كيفاش يقولوا السياسي بالنسبة لجميع اخوان العرب. ولهذا تونسي اللي تحب تكون كيفاش يقولوا بالنزاهه تدعي انك راجل، انك راجل بالمجد ولا انك مراه، الاغلاق المخطط هذايا اللي هو كيفاش يقولوا ساير مفعول الى يومنا هذا على الجمهوريه التونسيه الكل تبان يلزموا يقف. واول حاجه المتحل فيها التحقيق قضيه الشيخ الازرق وكيفاش الجيش نتاعنا اللي هو متستر عليه ويلزموا يحكي لنا الجيش نتاعنا يلزموا يجاوب، هو مش فوق المسائله يلزموا يجاوب على عديد من الاسئله. النفايات النووية اللي قالوا ما فماش في مشى قلبه في جلاس قلبه. دونك النفايات النووية صار دفنها في صلب كيفاش يقولوا سكنة في حامد جابس، واللي عملوا لابيسين اللي تحطت فيها النفايات النووية هذه هي شركة إيطالية أثبتتوا شيء هذا. دونك في قلب جزرنا حامد جابس
سير بحث، سير تفتيش، هل فما نفايات نوويه ولا لا. دونك هذه اول حاجه. الطيار التونسي اللي صار كيفاش يقولوا اختطاف، وقالوا اللي هو مات وقتلوه كذا كذا، وصار تعقيم كامل على السفينه نتاعهم. الطيار التونسي خطفوه الامريكان باش كيفاش يقولوا يوقفوه لمصلحتهم، عصابه عالميه. دونك القناصه، القناصه اللي هو في احداث القصرين وفرانس 2 صور الاحداث اللي كذا، والشعب اعطى القناصه، اعطاهم للجيش، ما تحاسب حتى حد من القناصه، وما طلعوا حتى انسان من اللي هو من القتله نتاع الشعب التونسي. كي نقول قتله نتاع الشعب التونسي، قتله نتاع الشعب التونسي. دونك القضيه واضحه وصريحه، كل ما هو كرتوشه طلعت يجموا يعرفوها، من وسلاح خرجت، كتاب الان وجهاز من اجهزه كيفاش يقولوا الدوله، ينظر العسكر يا مقاومه ارهابي كذا. يبان انه يصير تعتيم كما قالت المحاميه ليلى الحداد، قالت انه الجهاز العسكري ما مدش كيفاش يقولوا لي بيسا كونفيكسيون، معناتها الاثباتات كيفاش يقولوا القرائن الماديه كما الكرتوش وكذا كذا، وفما شكون تدفن حتى بالكرتوش نتاعه، ولهذا هذا ما ينمو الا عن سوفينير، وانه كيفاش يقولوا انه القضاء هو بيده خارج عن القانون. وحاجه اخرى كيفاش يقولوا القوانين اللي قاعدين يعملوا فيها باش يقطعوا الطريق العدالة لكل مواطن صار استباحة حقوقه من العصابة الإجرامية اللي كانت تحكم في تونس من وقت بورقيبة للبن علي للتويك. دونك هذا كله لا ينم عن حسنية وكذا. وإذا فما أعداء أوليين أعداء أوليين للوطن وللشعب التونسي، هي الحكومة هذه الكل، حكومة حامية حرامية، والقضاة اللي كانوا على علم تام بالجرائم القضائية اللي كانت تصير في حق الشعب التونسي وكانوا ساكتين عليها هما متواطئين، والمحامين اللي كانوا على علم وما افشاوش كيفاش يقولوا في الحقيقه وما قالوش الجرائم هذه اللي قاعده تصير في حق الشعب التونسي وما افشاوش هما متواطئين. ولهذا اكبر مجرمين اللي هما كانوا ساكتين على الظلم وساكتين كيفاش يقولوا عن الحق هما جهاز القضاء وهما جهاز كيفاش يقولوا المحاماه. اذا في الجماعه هذه جهاز القضاء وجهاز المحاماه ما افشاوش كل ما هما كانوا معناتها حاضرين عليه وعاينوه من تجاوزات لا قانونية ومن تجاوزات إجرامية أصلا في حق الشعب التونسي وفي حق سيادة القانون، دونك إذا هما في جمعة هذه ما خرجوش كل ما هو يعلموه بدون أن يخافوا من حد شيء ويلتحقوا بالمجد بالشعب، الأغلاء هما في مرمى كيفاش يقولوا العمالة والخيانة، والخيانة ما تستحق كان حاجة برك القتل، حد شيء آخر، الأغلاء مش قتل هذا بدون ذنب، هذا قتل كيفاش يقولوا بفساد في الأرض. أكبر كيفاش يقولوا جريمة اللي هي قوانين العالم كل متفق عليها أنها تستحق الأعدام هي الخيانة، والخونة هذوما ماش عندهم حتى بلغة في تونس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نطلب منكم يا شعب التونسي الكل تبدأوا تحلوا قضية الشيخ الأزرق، أول قضية تحل الشيخ الأزرق التعتيم وعدم فتح تحقيق شنية قضية تبدلها مني اللي هو أنا اللي ما صار حتى أي تحقيق، صار تنفيذ بمسار الجني وكذا، وتو أنا عايشة في الإرهاب من جراء القضاء اللي هو تابع للبهائم على القاضي السوري الجاي اللي اسمه محمد هي القاضي السوري الجاي لا يمكن ان يكون هناك اعداء كانوا يقولون ان هناك اعداء كانوا يقولون ان هناك اعداء كانوا يقولون ان هناك نجم نحكي بطلاقة على الأرضية الماسونية نتاع الحكم المؤقتة، الأرضية الماسونية نتاع الحكم هذا موجود. وإذا كان قالوا لي اللي فلان الفلاني راهو فلان الفلاني وفلان الفلاني يعمل حكم المؤقت، راهو فلان الفلاني وفلان الفلاني يعمل حكم ماسوني، وهذا متأكد وهذا متأكد وهذا متأكد. لم يحمل
ولاء لهذا الفكر الماسوني. خلينا نعرجوا على هذا الموقف لأنه أثار جدل وارتباك كبير آنذاك في الساحة السياسية. الخطورة اللي كانت كامنة أنه تكون عندنا وزراء ماسونيين. خلينا نوضحوا للرأي العام. إيه خلينا نوضح، ما ثم حتى خطورة. وعودتها في الفيسبوك وسألوني وكل أنه ثم حاجة تاريخية اللي هي يخبيوا المجتمع الإسلامي، يخبيوا انتسابهم الماسونية. ثم ناس متصوفين وعلماء دين كما عبد القادر الجزائري ومناضلين كبار كانوا ماسونيين. ثم ناس يقولوا علي بلهوال كان ماسوني، بورقيبة كان ماسوني. معناها الماسوني هو إنسان منضبط في جمعية بالمعنى العادي للكلمة. جمعية هذه عندها ترابط كبير ويمكن تحط ناس وتجيب ناس وكل، لكن مفتوحة على الدنيا، تكتب في الطب وتوقع على الطب. بسطها ياسر يعني جمعية يعني تمتلك العالم يعني. لا 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 بفكر يعني مترابطة يعني ومتوزع في العالم مجمع. أنا لا ألوم على جمعية أو على حزب يمتلك العالم أو يمتلك حكومة فيه. محمد الغنوشي فيها عناصر ماسونية وهذا اعتبرته أمر عادي وأنه آن الأوان للتعامل مع الماسونية دون خجل. أي لا، مش آن الأوان. في أوروبا الماسونية عندها باب مفتوح، تتعامل مع وسائل الإعلام، عندها فكر معين. صحيح ساعة كما اللوج بي دو متاع الكنيسة يلقاوها سارقة ويلقاوها عامل أعمال متصلحش، لكن إذا كان تاخذها بالمعنى النظري، حزب من الأحزاب، جمعية من الجمعيات تناضل على بعض المبادئ الأخلاقية، معناها ما ثمش عيب باش تكون ماسوني، لكن ساعة تكون حاملة لمشروع تاع دولة أخرى مثلا أمريكا ولا إسرائيل ولا حاجة. سيد هادي التريكي، على خلفية آخر التصريحات اللي النوعية نوعا ما اللي خرجت في المواقع الاجتماعية، ما حطيت يدك على الجرح وقلت راه فما ملف فساد. حكينا قبل شوية على الوزارة بصفة عامة، لكن هناك تفاصيل وأدلة. أكيد ممكن باش تقول كلام من الفراغ، أكيد فما أدلة وتفاصيل كانت نجم تفيدنا بها. شوف اسمعني، كيما ترى الحكم كان في الدعايلة طرابلسية وبلادي، الحقيقة أنك اكتشفنا بعض الإدارات عائلات تحكم فيها، تلقاها مدير عام ولا مدير، تلقاها نسيبته رئيس مصلحة والتخوه مع شنو، تلقاها كله معناها بكل. وهذا المشكلة لكن المجموعة هذيك يعني فما ديزيتاج بالحق، معناها فما وزارات فيهم ديزيتاج برسك عائلة فيها، تسأل عليه تلقاها هذاك والتخت وهذاك والتخوه هذاك، يعني كل يقرب بعضه. وبالتالي أنا أي ملف تحب توصل له الملف يتسكر بسهولة، لأن المجموعة هذه ما تخليكش تدخل. والاكتشفنا أكثر من حقيقة، أنا شفت معناها فما اتصالات كانت بين وزارات يعرفوا بعضهم، إذا فما معلومة من وزارتنا يخرجوها لوزارة أخرى، ووزارة أخرى يخرجوها لنا، معناها المجموعة كانت تصل.